انتخبت اليوم انتخابات التشريعية البلدية، نتمنى الخير للبلاد وتغير الجزائر الجديدة، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. تأخرت على اللي يجي، إن شاء الله ربي يصلح رايه يخدم وليداته ويخدم بلاده. العملية جارية على أحسن وجه، علما أن ولاية ورقلة تقدر الهيئة الناخبة بالنسبة للولاية 215,257 ناخب. تتوزع هذه الهيئة الناخبة على 85 مركزا وبمجموع 491 مكتب.